رجعنا مع حضراتكم. انجازات كبيره طبعا يا كابتن فكري، بس خلينا، انا حابب طبعا كلنا عارفين انجازات الكابتن جوهري وعارفين ان هو من افضل المدربين المصريين في تاريخ الكره المصريه، بس انا عايز اخد حضرتك في حته، الحته الانسانيه شويه، اخد حضرتك في الحته الاجتماعيه شويه. كابتن جوهري كان بيتعامل ازاي؟ هقسمها سؤال اتنين، هتاخد انت النص الاولاني وانا النص التاني. السؤال بيتعامل ازاي مع الجهاز الفني، مع الناس اللي بتشاركوا في المسؤوليه، وبيتعامل ازاي مع اللعيبه؟ انا ممكن برضو نتكلم فيها ونتناقش فيها. نمره واحد، عايز برضو قبل ما انسى كابتن هاني مساهم ان كابتن جوري لغايه 88 اول ما مسك المنتخب ما كانتش الكوره المصريه وصلت للعالميه. صحيح. يعني هو أول من أدخل نظام الاحتراف في مصر. ما أنا عارفين كده. أول من طور منظومة، أنا لو أقول لك مرتباتنا وإحنا بنشتغل، مدير فني كان بياخد لغاية 88 300 جنيه. والله. في الشهر. وكلام وممكن تقبضي وممكن ما تقبضيش وتقعدي شهرين عمال ما تقبضي كده. كابتن جوري مجرد ما جه اتنظمت القصة كلها. تغير حتى، عشان كده بقول هو اول من طور منظومه الكوره، سواء لمدرب، سواء للاعب، سواء لاداره، سواء للاتحاد. فكر الاتحاد، صحيح، الاتحاد كان دايما لو مستني اعانه وزير الشباب، لو وزير الشباب مش راضي عنهم بيقفل حنفيه. لا، جه محمود الجوهري غير الرعايه بالبتاع، الفكر بتاعه. وده حاجه. اتنين، الكابتن جوهري قبل ما نتكلم على الكره، لاني اما لو هتكلم على الكره كل الناس عارفه، عايزين نتكلم على زي ما الكابتن هاني، عايزين حته هحكي حاجات ناس كتير ما تعرفهاش في الجانب الانساني. يمكن طبعا كابتن هاني يعرف جزء منها، انه حضرتك ما تعرفيش، هيتكلم عنها يعني دلوقتي. كأب، لان انا اقول الجنرال العظيم هو اب واخ وقائد ومعلم واستاذ. هتكلم على الاب الحنون، انه بيلاقي لعيب في زنقه وعايز يتجوز، بيعمل له فرحه على حسابه، فرحه على حسابه، على حسابه في دار الدفاع الجوي. لا والله. تمام. طيب، واحد لعيب ظروفه تعبانه واخته عايزه تعمل عمليه، بيكلم الدكتور احمد يعمل العمليه ويعمل كل حاجه من غير ما حد يعرف، لا جرايد ولا اي حد، وهو اللي يدفع للدكتور احمد، يقوم بكل التكاليف، يقوم بكل التكاليف. انا بتكلم على الاب الحنون. فاهم قصدي؟ طب ده سواء مع لعيبه، سواء مع جهاز، كان بيقرا من العين. ما انا عايز اعرف بقى مع الجهاز يا كابتن، كنت بتشتغله ازاي؟ وانت قلت كابتن جوهري ليه معامله خاصه وليه طريقه خاصه، واللي ما يفهمش طريقه الكابتن محمود الجوهري اعتقد هيبقى عنده مشكله. كنت بتتعاملوا مع الكابتن او هو بيتعامل معاكوا ازاي؟ كابتن جوهري كان ذكي جدا، وكان ربنا مديله الحته دي، اللي هي ازاي تقدر، اصل التعامل مع النفوس البشريه ده من اصعب ما يكون. صح، لان ممكن والله يا ميس سهام متلاقي واحد طيب جدا. كابتن فكري ممكن ما تقوليش ميس سهام؟ مش قادر. لا ما لا لا، هي سهام بس، عشان انا يعني اللي بتحرك ده كله، انا اللي بتحرك في البيت الكبير. القعده مش رسمي، يعني انا اقول احنا في البيت بنتكلم في البيت. خلي بالك ده الكابتن جوهري طبعا، ده الكابتن اللي علمنا كده، اني ما اقدرش اتكلم على سهام، الا اقول كابتن، او يمكن انا اول ما دخلت قلت اقول كابتن سهام ولا اقول ميس سهام، ماليش دعوه بقى. ولا كابتن واقعيه خالص طبعا، بس فيعني سهام بس. اتعلمنا احترام المراه، لانها الشيء الجميل اللي في مصر واللي في الحياه. نعم. وكابتن جوري كان بيقدس الحته دي، بيقدس المراه ودور المراه، وعشان كده كان رؤيته دايما سابقه. ومن هنا حته الاحترام، ان عندنا انا لغايه دلوقتي اخواتي او اختي ما اقدرش اناديها باسمها. فعلا. يعني اختي اللي مربياني، وهي اللي امي ووالدتي، لان انا والدي ووالدتي توفوا وانا عندي 5 سنين،
وهي لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لها اسمها ابدا. لا اقول لها يا امي، لا اقول لها حضرتك يا يا فاطمه هانم. ايه هانم دي؟ مره قالت لي ايه هانم دي؟ ما انا مش قادر اقول. مفتقدين الشياكه دي يا كابتن فكري. فيعني بجد والله يعني مفتقدين حتى الشياكه. حتى عندي المدام ما اقدرش اقول حتى اسمها. حتى في الالفاظ في الكلام. يوم ما اقول اقول لها يا ماما. عندي مامه محمود اقول لها كده. سلم لي على محمود، وحشني جدا. ده اكيد وهو بجد سعيد جدا على فكره. ان شاء الله يكون حارس مرمى قريب، لان عارف هو ده اسد وادي دجله دلوقتي. طيب ما شاء الله. طب احب المكان. بس انا اقول لك حب المكان وانت ماشي. وانت اتكلم. احنا رحنا بوركينا فاسو ومصر كلها ضدنا. ليه؟ كابتن جوهري عمل مؤتمر صحفي وجاب الصحفيين كلهم، عمل ورقه وزعها عليهم، قال يا جماعة احنا ترتيبنا يودينا المركز الـ13، انما احنا هنشتغل ونعمل وقدامنا صعوبات كذا وكذا وكذا. سابوا كل حاجة وراحت الجرايد كاتبة تاني يوم المركز الـ13. الكابتن جوهري بيقول هنطلع المركز الـ13. طب رايحين ليه؟ فلا الوزارة ادتنا فلوس ولا عندنا ملابس نسافر بيها. والله اللي انا بحكيه ده لدرجة ان اللي عمل لنا الملابس احد الاصدقاء ليا وللكابتن جوهري صاحب مصنع خاص، يعني عمل لنا الملابس اللي لعبنا بيها بوركينا فاسو. كان اسمها بنيسيا ولا اديداس بقى ولا بوما. ولا اديداس ولا بوما. وما كانش عندنا بوما. بوكيت ماني. بوكيت ماني جانا بعدين. لو انت تلاحظ كمان التيشيرتات كانت يعني في تيشيرتات واسعه. يعني كان دي متفصله مش جايبه معموله. لا لا مش مصنع معموله عشان ينحل الموقف. حتى الكابتن هو اللي كابتن الجوهري رحمه الله عليه هو اللي مصمم الرسمه اللي انت بتشوفيها دلوقتي. ديزاين ده اتعمل على الميد ان ايجيبت اللي هي الفانيلا دي. المهم لما وصلنا بوركينا فاسو جه الاتحاد استلم المخزن بتاعنا في الدفاع الجوي. يعني معناه ايه؟ ان انتوا رايحين مش راجعين تاني على المكان ده. لا يعني سلمنا المخزن. يعني انتوا مروحين كجهاز. ما وصلت الدرجه دي كانت الثقه يعني. كان ولكن والله كان الكابتن جور انا بحلف بالله كان دايما يقول لنا سيبهم عايشين في الوهم ده، احنا هنطلع ان شاء الله نلعب النهائي. المهم اما رحنا بوركينا فاسو نزلنا من الطياره خدنا الباص نزلنا على مقابر. عارفه بقى المقابر القديمه؟ لا والله. والله. فنزلنا احنا الجهاز وفتحي مبروك كابتن فتحي وعلاء نبيل كلنا. لا 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 احنا ما نعيش هنا. فكلنا واللعيبه في الباص محدش راضي ينزل. راح الكابتن نازل جايب سمير عدلي قال له يا كابتن سمير تاخد رئيس البعثه شوف لنا فندق معيش فلوس. قال له مش حبات رجعونا شوف لنا فندق والسفاره هي تحاسب. وزرجين الكابتن جوهري ونقعد ساعه ونص قاعدين في الباص مستنيين يعني. ما لقوش مكان لان ده البلد كلها. ده احنا كنا وصلنا كمان بالليل كان الساعه 11:30 بالليل ولا في عشاء ولا في مجال اي كمان. حاجه كمان. ومش فندق ده احنا عشان حضرتك تاكلي بتمشي 3 كيلو في مكان كده وده اسمه مطعم. المهم يعني فالكابتن جوهري لقانا بقى زركنا وفاتح وبتاع لا 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 كابتن احنا نروح احنا نرجع. انت عارفه شوفي بقى القياده. لما جه سمير قال مفيش ولا فندق ولا موضوع فلوس ولا حاجه لان كان معانا رئيس البعثه قال لك ان انا ان شاء الله اتصرف وادفع من جيب بس ما كانش فيه. فراح منزل اللعيبه نزلهم وقال لهم مصر كل ما انت المصري كل ما تتصعب كل ما جواه قوه معينه بتطلع ما بتطلعش الا مع الظروف الصعبه دي. وعشان كده انا هطلع $200 هعمل حاجه دلوقتي اسمها حب المكان. يعني ايه؟ شايفين المقابر دي الفلل دي مقابر. حضرتك خليها لي فيلا كل مجموعه تختار بعض وبقى عندكم مصاري زرع اهو في الجبانه حولوا المكان ده حمر نقدر نعيش فيه على الاقل. خلي بالك يعني $200 في الوقت ده $200 يعني فاهم ازاي. فالمهم وهي حاجه نفسيه يعني كابتن هاني كان مثلا
محترف وايه 200 دولار بالنسبه اخذ المركز الاول. اه ده هو هو فعلا. هو اول بس ما خدتش منهم، قلت وزع ال 200 دولار على اللعيبه. خد عماره معاه واظن وسمير كمونه فشوفي لا شوفي العبقريه بتاعته بتاعت الجنرال محمود الجواري اما يطلع لك بالمشكله دي ويخلي بقى اللعيبه ايه. احنا دايما بنحط اللعيبه مع بعض، لا هو قال ايه كله يختار. يعني حتى الجهاز مع بعض، ما هو ما فيش اوض كل خمسه او سته، حتى احنا كجهاز كل ثلاثه اربعه في فقال لك نقوا بعض وروحوا وهنفتش على اللعيبه وعلى الجهاز. وفتش كمان على الجهاز. من اللي انت ما بتعرفوش. انا ما اعرفش فجر اللعيبه بس ده هو الجهاز ما كانش عايز يقعد. ايوه كابتن ما كانش على لما جه قال له صوت هنقعد ازاي، هو الجهاز هو اللي سخنه. فهو ما بقول لك ازاي انك تاخد من حدث يضيعك يخليك تطلع فوق. اللي اسالي كابتن هاني الظروف ما احكي لحضرتك والله يا مس هام صعب جدا جدا تحقق اي نجاح الا المصري. هو الكابتن جواري كان عنده ميزه انه بيحول المشكله لتحدي، دايما مشكله يبقى تحدي. والكابتن جواري كان عنده مبدا اعتقد مش موجود دلوقتي، ان هو طول ما انت حياتك قاسيه شويه في المعسكر كل ما هتجيب نتائج اكتر. يعني ده كان يعني ما كانش بيحب مثلا نقعد في اوتيل 5 ستارز، لا انا لعيبتي لازم تبقى مكافحه شويه، يعني شكل عسكري. هو خدها من كابتن هاني، هو خدها من المؤسسه العسكريه. صحيح. لاني فعلا العسكري كل ما الظروف زي فرقه الصاعقه ومعلم الصاعقه والسيل، انت لو تشوف مدى الصعوبه، واكيد بتتفرجوا في الميديا مدى الصعوبه عشان تقلبك من طبعًا. الانسان لانسان. صحيح. وبعدين ده غير كمان الضغوط اللي حضراتكم تعرضتوا ليها من قبل الاعلام والجمهور وكل حاجه.